السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. في كل دولة من دول العالم تنشأ قصص لأشخاص اعتنقوا الإسلام، وفي هذا الفيديو سنشارككم قصة شاب يروي قصة اعتناقه للإسلام ورحلته الشخصية نحو الإيمان بالله الواحد الأحد. تحكي هذه القصة عن شاب مسيحي من مدينة القدس بفلسطين الحبيبة. في يوم من الأيام قرر السفر لتركيا للعلاج. تعرض لحادث سرقة مفاجئ في إسطنبول حيث سرقت حقيبته، وقرر هذا الشاب التوجه للكنيسة لمساعدته، ولكن رفض القسيس مساعدته. جاء رجل سعودي لمساعدة هذا الشاب، ومن هذه اللحظة بدأت تتشكل قصة التحول الحقيقية في حياة الشاب الفلسطيني، حيث بدأ في التعرف على الإسلام بشكل أعمق. ومع مرور الوقت والتواصل المتزايد تغيرت تدريجيا نظرته للإسلام والمسلمين. إن قصة هذا الشاب تؤكد أن الانتقال إلى الإسلام يحدث بناء على قناعة شخصية وبحرية تامة، وتنفي هذه القصة الاعتقادات السلبية والتشويهات التي تروج لها بعض القنوات التنصيرية بأن هناك حالات اختطاف تتم للمسيحيين من جانب المسلمين لأسلمتهم. في هذا الفيديو سنسمع مباشرة من الشاب المسيحي نفسه، ونستمع إلى روايته الشخصية حول تفاصيل اعتناقه للإسلام بإرادته الحرة. احنا الله سبحانه وتعالى اكرمنا، جيت على اسطنبول في رحلة علاج، فالله سبحانه وتعالى اكرمني وقابلت اخويا زكريا. اخونا زكريا مسيحي، والان الحمد لله رب العالمين دخل الاسلام، صلى معنا الجمعة، وبعد صلاة الجمعة اعتنق الاسلام. حابين بس نسمع من اخونا هيك زكريا، يعني كيف الله سبحانه وتعالى شرح صدره للاسلام بالمختصر ان شاء الله باذن الله. تفضل. والله انا جيت لهون على تركيا لسبب العلاج، يعني بسبب علاج اسناني. فاللي حصل انه انا جيت بتاريخ 8 شهر على ميدان السلطان احمد، فدخلت الحمامات وطلعت. لما طلعت بعد 5 دقائق انا تذكرت اني انا معلق شنتايتي بالحمامات، رجعت عليها ما لقيتها، لا لقيت الشنطه ولا لقيت شيء. سرقت؟ فيها التلفون والجواز وكل شيء عندي. تمام. فيوم يوم الاحد يوم 9 الشهر رحت على تقسيم الكنيسه، دخلت على الكنيسه قابلت القس، كلمته انه انا هيك صار معي وما املك اي شيء يعني، فرفضوا مساعدتي بشكل كامل. رفضوا مساعدتك؟ نعم. مع انه انت وضحت لهم ان انت مسيحي نعم انا مسيحي من القدس الشرقية، من القدس القديمة، من كنيسة القيامة، مسيحي ارثوذكسي. فالاحد نفس النهار اجيت بالليل في هون هذا الجامع صغير هون، دخلت عليه كان صلاة مغرب، فكنت بطلع عليهم انه كيف يصلي. فخلصوا الصلاة طلعوا اجى الشاب جلس جنبي قال السلام عليكم، قلت له اهلين، قال يا في تحية الإسلام هي وعليكم السلام. قلت له أنا ماني مسلم أنا مسيحي. فقال لي طيب ممكن نقعد أنا وأنت برا بالكافي أو كذا، وهي 5 ساعات يعني. أنا بصراحة أول شيء خفت لأنه أنا بعرف إن المسلمين إرهابية وإن المسلمين وكمان سعودي يعني وهابي. سبحان الله. فالمهم طلعت قعدت أنا وياه في غانا كافي اسمه نادو. جلس يحدثني عن الإسلام وعن العمر وعن الصحابة وعن مباركه، ولكن أنا كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون. كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون. أنا كان بدي إنه يقوم مني لأنه ما بكره شيء اسمه مسلمين. أنت كنت تكره شيء؟ مسلمين. تمام. فبعد ما خلصنا قال لي شو اللي صاير معك، هو سألني شو صاير معك، قلت له أنا قصد وعدني أنا ضيعت حقيبتي وهيك صار فيه. فقال لي بسيطة. قلت له شو هو البسيط يعني، أنا عم أقول لك راحت حقيبتي وراحت كل شي فيني وقل لي بسيطة. قال لي بسيطة. فأخذني الزلمة على أوتيل اللي أنا أول ما نزلت فيه، هتكمل لي حجز، دفع 3 أيام 1500 ليرة. ما تعرفه هذا الشاب؟ ما بعرفه. وجع أعطاني النوب 1500، قال لي خليها بجيبك مصروف.
فقال تلفونك راح؟ قلت له نعم. فقال بكرة الساعة 5 المساء بين 5 و6 أشوفك بنفس الجامعة اللي شفتك فيه. فالزلمة ثاني يوم رحت أنا على بالأوتيل قعدت. فبالليل صرت فكر أقول إنه يعني كيف مسلم يساعد مسيحي؟ وأنا سألته هذا السؤال، قلت له أنت مسلم أنا مسلم؟ قالوا والله شوف انت كنت مسلم مسيحي ولا مسلم ولا شو ما كنت، هاي بينك وبين ربك. انا ربي امرني اني بساعدك بساعد المحتاج، وهاي انا ربي ساعدتك فقط، ما له علاقه بديانتك. فبالليل قلت يا رب اذا كان الاسلام دين اعطيني علامه ما شاء الله. فوالله نمت وجاني شخص بالمنام لحيه سوداء يلبس عمامه خضراء ضخم، فقال لي يا زكريا الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد. والله ثلاث مرات لما فقت من النوم، لما انت تدخل على الحمام وتصب على حالك مي تشوفها كله مي، انا فتحت يا الله جسمي عاري تصب عرق مو طبيعي. فاستنيت لثاني يوم اجى هذا الشخص، قال لي اجى على الموعد، جاب لي هذا التلفون. ما شاء الله بدون مقابل. بدون مقابل بدون كل شيء. قال لي انا عندي تلفونين، ولكن هذا عندي تلفون وهذا تلفون. قال لي انا فرمت لك وكل شيء وهذا الشاحن معه، حطيت لك بي سي من الكارت. الله والله العظيم. فقال لي ولكن هو ما هو التلفون الفخم. فقلت له يا اخي الحمد لله يجزيك الخير. فالحمد لله ظليت على تواصل مع هذا الشخص وصار يحدثني، فكمان جاب لي كتب قصص القرآن، رياض الصالحين، سيرة النبوية، حياة عمر، عن السنة النبوية. فجاب لي كتب وقال لي اقرأ وشوف يعني فكر بعقلك وشوف الإسلام دين حق ولا لا. فالحمد لله اليوم 21 شهر يوم الجمعة في جامع السلطان أحمد بعد الصلاة الجمعة 21/7 طبعا 2023. الحمد لله نطقت الشهادة ما شاء الله الحمد لله. بس بدي أسألك أنا سؤال، إيش شعورك الآن أول ما يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني وأشهد أن محمد؟ كيف أنك أنت تكون حيط يعني طير أو عصفور أو إشي قفص، فأنت فتحت له طار. الله أكبر. أنا نفسي العملية، أنا كنت 38 سنة عمري، أنا متولد 15/1/85، 38 سنة عمري حياتي ما حسيت بالراحة النفسية. الله أكبر. الله أكبر. عايش بكآبة بخنقة مع إنه مع إنه كل شيء متوفر، مع إنه متوفر الخمرة، متوفر النساء، متوفر الكبريهات كله، ولكن تفضل عندك خنقة. يا الله. أنا اليوم بعد ما بعد الشهادة حسيت إنه راحة نفسية عمري ما حسيت. سبحان الله. أسأل الله أن الله يشرح صدرك للإسلام كمان وكمان. طب إيش نصيحتك يعني للي بيشوف الفيديو هذا؟ والله النصيحة إنه يفكرون، لا يأخذون الكلام القسيسين ولا الرهبان ولا وعلى فكرة أنا راح أقول شغلة، القسيسين ولا الرهبان هاي يعرفون حق اليقين إنه محمد رسول وإنه الإسلام حق، ولكن الكبر احنا اللي يمنعنا. الله اكبر. اللي عملنا شو كان الكبر. شو كانوا يدرسوكم عن الاسلام؟ كانوا يدرسونا ان المسلمين ارهابيين، ان المسلمين يقتلون، ان المسلمين يذبحون. قلت لي انت يتعفى وجههم في التراب. انه خمس مرات يمرقون وجوههم في التراب، انه يسجدون لصندوق اسود. لا حول ولا قوه. لكن للاسف يعني الان شعورك لما سجدت لله في اول صلاه لك في صلاه الجمعه؟ يعني الشعور ما في وصفه. سبحان الله. ما فيك توصفه. وانا والله ولا بحكيها انه لو والله لو املك 100 روح باللحظه والله اقدمها في سبيل اظهار حقيقه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. والله يعني دين حق. سبحان الله. ساعات قليله اقدم روحه في سبيل الله، في سبيل انه يظهر انه الاسلام دين حق. هذا اسم الله يعني طيب. الله يبارك فيك يا زكريا. اسال الله ان الله سبحانه وتعالى يعني يعوضك على الخير على اللي فقدته هيك. لا انت فقدت مال لكن وجدت اسلام، وهذه نعمه كبيره يعني. أنا بعد ما اسلمت انا هلا كنت جالس معكم اكل، وانا بجيب انا اكل معك انا راح فكري لشغله، قلت سبحان الله يعني ربي جابني لهالمكان هذا مشان أضيع الحقيبة،
مشان اروح على الكنيسه، الكنيسه ما تساعدني، مشان ارجع على المسجد، مشان يلتقي بهذا الشخص ليكون هذا الشخص هو السبب. ما شاء الله، يعني احنا نوصل سلامنا له الشخص هذا الشاب الحمد السعودي الله. الله يتقبل منه ان شاء الله، يكون ان شاء الله في ميزان حسناته. آمين. وانت اخونا واحنا نفتخر فيك ونفتخر في امثالك والله في دين الاسلام. اسال الله ان الله يتقبل منا ومن صالح الاعمال. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.